does NITE recommend that we avoid infection with IBS? A 28-year-old woman is diagnosed with irritable. ده سؤال دايركت مش لكتير. كمل ولا خلاص؟ لا لا اجرو اجرو فصلي. اجرو اجرو old woman is diagnosed with irritable bowel. في ناس يبعانين وفي ناس مفلسين زينا كده دايما لهم شوية يومين كده وثاني بنكرههم ليه. يلا يقول 28 woman is diagnosed with IBS. She occasionally experiences spasm of pain in the left iliac fossa and has periods of both exacerbation and loose stool. You are considering drug therapy for to provide her with symptomatic relief from the symptoms. الداعية لل IBS. ميبيفيرين, اسبيجولا, ميثايل سيلولوز, استريكولا, لاكتيلوز, ما اعرفش ان شاء الله. باقي لي اللاكتيلوز ده مش فاي قال افويد شود بي افويد اللاكتيلوز. اللاكتيلوز مش لاكتيلوز تمام اللاكتيلوز افويد. قلنا اللاكتيولوز الاهتمام لديها هاي. قال لك نايس ريكومند افويدنج لاكتيولوز ان ذا مانجمنت اوف اي بي اس. الريتابل باول سندروم مانجمنت تكلمنا عنه قبل شويه, قلنا انه الريتابل باول سندروم دي ار فاري كونسيدر بتوين ذا بيشنت الفيرست لاين فارماكولوجيكال تريتمنت اكوردنج تو ذا بريدومينال سيمبتوم. البين ادي انتي سبازموتيك, الكونستيبيشن ادي لاكتيف, الدائريه لكن قال لك في اللاج افويد اللاكتيولوز في الدائريه ادي لوبرامايد تمام. فور بيشن ويز ذا كونستيبيشن نوت ريسبوندينج تو كونفشنال لاكسيتيف بعد ذاك استخدم شنو اللينا كلوتايد ده. ميبي قال لك كونسيدر اف الاوبتيمال اند ماكسيمم توليريتد دوزز اوف بريفيوس لاكسيتيف فور ان فور ديفرنت كلاسز هاف شنو هاف نوت هيلب. And they get like half constipation for the last 12 months. A second line pharmacological treatment, low dose of tricyclic antidepressant, استخدم الامتريبتين بجرعة بتاعت 5 ل 10 ملي جرام in the preference of selective serotonin inhibitor. Another management option, قال psychological intervention, أدي البيشن ده استمر معاه البتاع ده لأكثر من 12 شهر وما في استجابه, حاول تعمل له سي بي تي, تعمل له هايبرثيرابي, تعمل له سايكات سايكولوجيكال ثيرابي. كومبلمنتري اولترناتيف ميديسين برضه قال لك يعني ده, لكن شنو الكوليدج قال لك ذا يوز اوف الكبشار والحجامه والحاجات زي دي. مهم جدا الشباب ديل ياكلوا ريجولار ميل, ما يفقدوا اي اكله, يشربوا 8 كاسات بتاعت مويه في اليوم بما فيها الشاي والحاجات زي دي, يشربوا أقل على الأقل حد أكثر 3 كاسات بتاعت شاي أو قهوة, ريديوس الكحول and fizzy drink. برضو كمان consider قال لك intake a high limiting the high fiber, high fiber ما محتاجين له, reduce the intake of resistant starch برضو ما محتاجينه, often قال لك found processed food, limit قال لك fresh fruit to the 3 portion ما أكثر من كده. وكذلك فور دايريه قال لك افويد السوربيترول. فور ويند بلوتينج كونسيدر قال لك انكريز الانتيك اوف اوتس تمام, الاوتس اللي هو الشعير. بيز اون بريكفاست قال لك شنو لاين سيد اند اب تو شنو تيبل سبون بير دي. طيب سؤال ويتش وان اوف سؤال قصير, 67 year old man for dyspepsia reveal a suspicious lesion which is biopsied. Which one of the following finding on biopsy would be most consistent with diagnosis of gastric adenocarcinoma? Columnar metaplasia, histiocytic infiltration, Banny cell metaplasia, giant cell granuloma, signet ring cells. Most signet? ايوه سيجنت رينج سيل. اي سيجنت سيجنت ايوه سيجنت ما ساين ايوه سيجنت سيجنت ولا ساينس رينج سيلز من الباثولوجي تمام. ساين رينج سيل
طيب قال لك الجاستريك ادينوما بيكون عندهم ساين رينج سيل. طيب نتكلم عن الجاستريك كانسر. قال الجاستريك كانسر اكاونت فور 2% اوف اول كانسر دايجنوزيس ديفلوب ان ذا وورلد ميكينج ماتش ليسر كومون ذان كولوريكتال اند سلايتلي ليسر كومون ذان الاسوفاجيال. تمام. It is a cancer of older people. Half of the patient أعمارهم ما بأكثر من 75 سنة and has a male predominance ما بين 2 لواحد. A risk factor ممكن الإتش بايلوري تعمل لنا تريجر قال الانفلاميشن of the mucosa تعمل أتروفي في الانتستينال ميتابليزيا. عندنا الأتروفيك gastritis والبيشن كذلك الضيط اللي بياخذوا salt and salt preserved food الحاجات المعلبة النايتريت والسموكينج والبلد جروبس. تمام. جروب شنو ولا مين؟ كل مره بنقول الكلام. طيب قال الفيسر بيشن ديل هي جاستريك الاي معاها جاستريك جروب اي الابدومينال بين قال لك تيبيكال فيج او جاستريك بين اني قال لك بريزنت از dysphagia, weight loss, anorexia, nausea, and vomiting. Dysphagia قال لك particularly if the cancer arises in the proximal stomach. Over قال لك upper gastrointestinal bleed is seen only قال لك in the minority of patients. If قال لك lymphatic spread left supraventricular lymph node deep vein يسموها بير شو. قال لك مجرد ما تلقاه خلاص. Periumbilical nodule بيسموها ماري. جوزيف نوديول. تمام. الانفستيجيشن قال دايجنوستيك اوف اوسوفاجي اوسوف اوسوفاجو غاستريك ديودنسكوبي ويز بايوبسي. نلقى عندنا حاجه اسمها ساينت سيل ساينت رينج سيل قال لك مي بي سين ان ذا غاستريك كانسر. نشوفها بس عشان شكلها للزمن والزمان دي ما النواب النيوكليوس تلقاه بالطرف يا محمد. تخيل الصلب تلقى النيوكليوس في الطرف. طيب ذا كونتين قال لك لارج فاكيول ان ماتش قال لك ويتش ديسبليد ذا نيوكليوس تو ذا سايد. ا هاير نمبر قال لك اوف ساين درينك سيل ار اسوشييت ويز بورس بروجنوزيس. تمام. الستيجنج ان سي المانجمنت تبع السيرجيكال اوبشن ديبند اون ذا كلاسيفايد اوف سايد بت انكلود نعمل اندوسكوبيك ميكوزا ريسكشن نعمل بارشيال جاستروكتومي نعمل توتال جاستروكتومي ونعمل كيمو ثيرابي ده كله كان بيه هبا. تمام. ال سلايند رينج سلايند رينج كارسينوما شفت النيوكليوس قاعدة بوين كده تلقاه كلها فيها النيوكليوس نايمة على الجنب ومخليها باقي شنو باقي السيل قاعدة. تمام. تمام زي الخاتم ولا كيف؟ هاي كده زي الخاتم. زي الخاتم من هنا فروزة كده يعني الخاتم أو العين كده برضو زي شكلها زي شبه العين كده كده قرنية قرنية كده. تمام. طيب استخدم السيرجري وكذلك شنو الكيموثيرابي. Which one of the following may decrease the accuracy of 13 carbonuria breath test? 13-year-old woman present with a 3-month history of indigestion. There is no history of weight loss, anorexia, dysphagia, vomiting, or change in bowel habit. An abdominal examination is unremarkable. Which one of the following may decrease the accuracy of 13 C urea breath test? BBI ولا قلنا احنا قلنا البي بي اي 2 ويكس البي بي اي 2 ويكس 4 ويكس البي بي اي 2 ويكس 4 ويكس بايوتيك 4 ويكس معناه نمره 3 الاجابه. ايوه. طيب قال يوريا بليز تيست نو انتي بايوتيك ان ذا باس 4 ويكس. نو قال لك انتي سيكريتري دراكس لايك بي بي اي ان ذا باست 2 ويكس. تمام. طيب هي لوكت باكتر بايل رايتر قال اليوريا بريست
A patient consuming a lake and drink containing carbon isotope 13 enriches urea. Urea gallic is broken down by H pylori urease. After 30 minutes, the patient exhales into the glass tube. Mass gallic spectrometry analysis calculate the amount of 13 CO2. Gallic should not be performed within 4 weeks of treatment with antimicrobial or within 2 weeks of anti-secretory drugs, example, potent pump inhibitor. Sensitivity بتاعة اليوريا تيست ما بين 95 ل 98% والسبيسيفيتي كان ريتش 98%. طيب قال ما بي يوسفول فور تشيك فور اتش بايلوري ايراديكيشن. تمام الرابيد قال لك يوريس تيست بايوبسي قال لك سامبل از ميكست ويز يوريا اند بي اتش انديكيتر ا كلر تشينج اف اتش بايلوري انكريز اف اتش بايلوري يوريس اكتيفيتي. السنسيتيفيتي تكون حوالي 90 ل 95% والسبيسيفيتي اب تو 98%. كلامنا مش مكرر ولا قريب له. طيب السيرم انتي بودي قال لك ريمين بوزيتيف افتر ايراديكيشن. السنسيتيفيتي حوالي 85% والسبيسيفيتي شنو 90% 80% 85 ل 80%. الكالتشر اوف جاستريك بايوبسي قال لك بروفايد انفورميشن اون ذا انتي دايبيتيك sensitivity, antibiotic sensitivity. السنسيتيفيتي بتاعتها 70% والسبيسيفيك كان بي اب تو 100%. الجاستريك بايوبسي از هيستولوجيكال ايفالويشن اند الون نو كلتشر سنسيتيفيتي. نو كلتشر سنسيتيفيتي ما بين 95 ل 99% والسبيسيفيتي 95 ل 99%. ستول انتيجين تيست سنسيتيفيتي 90% سبيسيفيتي حوالي 95%. بس اوعدكم بيزعلونا في الارقام دي والله. دي لما نعمل هي دوخه والله. لا لا فظيعه دي ما بتضحك. بايوبسي حاجه صح؟ الحاجات كلها اكثر حاجه بايوبسي بس في اليوكي بيسالوا لكن انتم ما بيسالوكم. مينو؟ يوكي بيسألوا منا كثير. قالوا كذا؟ خلنا قبل كده. خلنا. طيب. 23-year-old man is investigated for chronic diarrhea associated with raised inflammatory markers. Full biopsy is taken, which one of the findings is the most suggestive of ulcerative colitis. Multiple granulomas, goblet cell depletion, inflammation affecting serosa, cobblestone appearance, skip lesions. Skip مش؟ لا 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 skip حق هنا. الجوبلت سيل ديبليشن. الجوبلت سيل الجوبلت دي مع الكورونا تشبه الكورونا الجوبلت دي كثيرة فيها. يا جماعة والسكيب ليجن دي حقت الكورونا برضو. طيب برضو مالتبال جرانيولوما بالراحة بالراحة. الموست سجستيف للسرطيف الجوبلت سيل ديبليشن. ديبليشن بتكون في في الكورونا. جرانيولوما دي طبعا الكورونس طيب ulcerative colitis قال بيكون depletion of the goblet cell. طيب inflammatory bowel disease the key differential diagnosis. قال لك the two main differential inflammatory bowel disease they are Crohn disease and ulcerative colitis. They قال لك have many similarity in the term of presenting symptoms, investigation finding and management. طيب شوفوا. طيب ده كرون وده أثرطيف. طيب
قال معظم الاثنين بيكون فيهم دايريه، الاثنين بيكون فيهم ارثرايتس، الاثنين بيكون فيهم اريثيما نودوزم، والاثنين بيكون فيهم بايديرما جانجليوزا. تمام. نجي للكورون، دائما يعني بشكل اكبر ممكن يكون نون بلادي دايريه، ممكن تهاب ويت لوس، وكذلك شنو ابدومينال بين. بالنسبه للحاجات الثانيه الماوس تو ذا انس بيكون في سكيب ليجن انفلاميشن، قال لك اول ذا لاير اول ذا لاير كوبلت، قال لك سيل ان جرانيولوما باول اوبستراكشن اند فيستولي. تمام. بالنسبه للاساتيف كولايتس دائما بلاطي، لكن هناك كرون ابلاطي يكون عندهم برايمري سكلروزنج و سكلروتيك كولنجايتيس، بيكون عندهم يوفيايتيس كولوريكتال كانسر حاجات مميزة اكتر، انكريز فاليو انكريز اليوسيكال فال دبي اوشال ريكتم كونتينيوس ديزيز نو انفلاميشن بيوند ذا سب ميكوزا اند ذير از كريبت ابسيس. كلام كلام كثير كثير كثير. تعبت انا اقرا لك؟ والله مش تعبت، والله انا نمت عليل. هاي فتح. اخذت لي دكسه ما فكرت لي؟ دكسه دي ما تقدر تصنف لو 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 قلت شنو؟ دكسه تقدر عندك خلدنا وين؟ قلبتنا عدين كانت كتلنا أصعب حتى تعرف الجايتي. أقريت يا دكتور لو نعست، لأنك لو ما قريت حتنوم. أقريت نوم فاصل معلش تمت نوم. يا جماعة ذول عيان تعبان، خلونا نقرأ له ونقرأ ونقرأ. إحنا ما عندنا مشكلة في القراءة، لكن بس عشانه لا ما هو تعبان. الناس اللي قبل مشيت لما قلت لهم دقيقتين جبنا الشاهي وجينا، والشاهي ده ولا نفع والله. تموت انت حلا عاوت شفيز يا اصلا. ها اخذنا عسل ورشي. انتوا مش بتخلصوا 12 ولا 12 ومش خلص 12 بس 12 وعشاء وربع. لا لا انت دي توقيتك، نحن حداتك. هاي صحيح صحيح. اقري لك؟ يلا اقري 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 واشرح لينا. حاضر كويس. الكرونز ديزيز قال لك الدايرين بتكون تمام، نحن غارين واحدة بواحدة خلاص. الكرونز ديزيز الدايرية يوجوالي بتكون نون بلاد، الالسراتيف يوجوالي بتكون شنو بلادي اكتر حاجة. تمام. في الكرونز الويت لوس قال لك مور بروميننت، وبيكون عندهم ابر جي اي سيمتوم، بيكون في ماوث ألسر وفي بري انال ديزيز وابدومينال ماس بالببول في الرايت اليك فصه. ده معناها من الماوس للانس كله ايوه، ما هو قال لك من الماوس للانس هنا الكرونز ده، يعني في كله، في الماوس في ألسر وفي بري انال ديزيز برضه، ما قال لك لحد الانس. في ابدومينال ماس بتكون بالببول وين في الرايت اليك فصه. فيه الويت لوس عشان السمول باول اكتر حاجه ايوه، عشان السمول باول الابزوربشن ايوه، وبعدين عشان طويل في كل هنا ففي سكيب كله عشان كده. ها لا لا ابدومينال ماس ايوه فيه سبب شنو ولا عشان هم في الوول كلها صح، من الميكوزا لغايه السمول ما في كله ماسك الميكوزا بيكون معاه جرانيولوما صح؟ ها؟ جرانيولوما ايوه معاه جرانيولوما عشان كده عامل الماس ايوه. وهنا الاسم شنو؟ هنا في الرايت بتاع الماس بتكون في الرايت خلاص. في الالتراتيف الابدومين البين بيكون في اللفت لور كوادرن في اللفت خلاص، وبيكون معاه تينيسمس دي في الرايت ودي في هنا هينو تينيسمس بالنسبه للالتراتيف ايوه كويس، يعني شغل بتاع ألسر ألم وبلط وتنسمس يلا ها.
غير الاكسترا انتستاينال ممكن يحصل شنو جول ستون مور كومون سكندري لانه بيحصل شنو ريديوس في البايل اسيد ريابسوربشن ده السبب شنو اوكزاليتون ايوه خلاص الالسراتيف كولايتس ده معروف مع السكليروزنج كولنجايتس جاك السراتيف كولايتس ولا تتلف طوالي برايمري سكليروزنج كولنجايتس مور كومون في الكومبليكيشن في الكرونز بتحصل شنو اوبستراكشن وفيستولا وكوليركتال كانسر لكن الكوليركتال كانسر اقل من الالسراتيف هنا خلاص ممكن يحصل اوبستراكشن وفيستولا وكوليركتال كانسر في الالسراتيف الريسك بتاع الكوليسترول هاي شديد اكتر من وين من الكرونز يعني فيهم الاثنين بيحصل لكن في الالسراتيف اكتر حاجه الكانسر مع الالسراتيف تمام الباثولوجي الليجون قال لك may be seen anywhere from mouth to anus في سكيب ليجون بشوفه ده في الكرونز خلاص هناك في الـ في الـ في الالسراتيف محدد مكان الانفلاميشن قال لك وين حتته محدده في الريكتم ما بيمشي اي لحد دي ما بيمشي تحت الاليوسيكال فالف قال لك and never spread beyond the اليوسيكال فالف وده شنو بيكون continuous disease في حته محدده عشان في حته محدده خلاص بيكون مستمر داك عشان طويل عشان كده بيجي بسكيب ليجون الهيستولوجي بيكون الانفلاميشن قلنا في شنو في كل اللاير من الميكوزا للسيروزا قلنا هو من الانس من الماوس للانس واللاير برضو كلها من الميكوزا لحد السيروزا هنا بيكون في شنو انكريز الجوبليت سيل وبيكون شنو جرانيولوما هنا انكريز الجوبليت سيل هناك ديبليشن اوف جوبليت سيل دي اللي هسه علاقتنا ديبليشن في الالسراتيف كولايتس في الكروس بتزيد في الـ في الـ في الالسراتيف قلنا ما في انفلاميشن بيوند السب ميكوزا ما لم يحصل شنو ما يبقى في لومينان ديزيز الانفلاماتوري سيل قال لك انفلتريت في اللامينا بروبوريا النيتروفيل بيحصل لها مايجريشن للوول اوف جلاند عشان كده بتعمل شنو الكريبت ابسس عشان كده في ابسس ديبليشن اوف جوبليت سيل اند ميوسين فورم الجلاند ابيثيليوم الجرانيولوما انفريكوينت يعني ممكن تكون حاجه كده بسيطه لكن الجرانيولوما اكتر وين في الكرونز لكن هنا بكون في الكريبت ده صح الكريبت ابسس ده مع مع الالسراتيف مع الالسراتيف الاندوسكوبي في الـ في الـ في الكرونز بشوف ديب ألسر قلنا عندي شنو عندي السكيب ليجون واللي هي عندي الكوبليت ستون دي اللي عندها رسمه الظاهره دي في الالسراتيف عندي وايد سبريد ألسريشن with preservation of adjacent mucosa which had appearance of polyp عشان كده عشان بيحصل انه في في هنا عشان كده بتصير لك شنو سودو بوليبس الراديولوجي ما ده يقولنا في السمول تيست عشان كده هعمل شنو قال لك بعمل سمول باول انيما هي هاي سنسيتيفيتي وسبيسيفيتي فور اكزامينشن اوف تيرمينال ايليوم والهنا في التيرمينال ايليوم الاستريكشر اللي هي بتكون شنو كنتور سترينج ساين بكون في استريكشر عشان كده بصار لك شنو بشكل كنتور سترينج ساين بيحصل شنو بشوف فوق بروكسيمال باول دايليتيشن خلاص وتاني عندي الروثور ألسر وعندي فيستيولا البيريم انيما في الالتراتيف بيكون شنو بفقد الهستريشن وقال لك لوس اوف هستريشن سوبرفيشال ألسريشن اللي قلناه قبل سودوبوليب long standing disease colon is narrow and short بيكون شنو drain bib colon شكله بيكون عامل كده ده long standing من يبقى long standing تصهر ليه في شنو drain bib colon تمام شكله عامل زي الكدوس ايوه يكون narrow short السؤال 47 اعتبر السؤال صح which of the following pathophysiological changes is the most likely to be responsible for declining renal function? A 44-year-old man with a history of alcohol liver disease is admitted to the gastroenterology ward. He has developed intense ascites. Again, an plan is made to cite an acidic drain. His renal function after 2 days is as follows. Sodium low, potassium normal, urea high, creatinine high. عنده أسايتس للمرة الثانية again يبقى ترينال سبلانشينيك بازو كونستريكشن سبلانشينيك بازو دايليتيشن أمونيا انديوز نيتروباثي انترا هيباتيك سيستميك شانتين اوف بلود رينال ارتري بازو دايليتيشن
وعايد بلانكينيك هيباتورينال سندروم قال لك ذا مانجمنت اوف هيباتورينال سندروم قال لك هو ديفيكلت ذا ايديال تريتمنت ليفر ترانسبلانتيشن بات البيشن ار اوفن تو انويل تو هاف سيرجري اند ذيرفور از شورتج اوف دونرز خلاص ذا موست اكسبتد ثيوري ريجاردينج باثوفيزيولوجي اوف هيباتورينال سندروم انه يحصل شنو قال لك بازو اكتيف ميدياتر بتعمل شنو بتعمل بازو دايليتيشن في السبلانكينيك which is to reduce the systemic vascular resistance the result of in underfilling of the kidney this is sensed by the extraglomerular apparatus which then activate a renin angiotensin aldosterone system يقوم يعمل شنو renal vasoconstriction which is not enough to counter balance the effect of splanchnic vasodilatation ما بتقدر تعمل الهيباتورينال سندروم has been categorized in two types عندي 1 و 2 الوان ده سريع واحد سريع rapidly progress قال لك doubling of serum creatinine أكثر من 221 ملي مول أو halving of creatinine clearance to less than 20 over period less than 2 weeks very poor prognosis سريع و poor prognosis type 2 slowly progressive البروغنوز بتاعه poor but patient may live for longer بيعيش أكثر من ديك المانجمنت قلنا شنو فازوبروسين أنالوج عشان تعمل شنو عشان تعمل كونستريكشن For example, التليبريسين have growing evidence based supporting their use. They work by causing vasoconstriction and splanchnic circulation. The volume expansion is 20% albumin. الأخيرة tips. طيب, what is the most appropriate test to perform? So, 13-year-old former intravenous drug user is reviewed in the liver clinic. He has recently been diagnosed with hepatitis C after being found to have abnormal liver function test. It is decided as part of his workup that he should be assessed for liver cirrhosis. What is the most appropriate test to perform? As in, show liver cirrhosis. I'm going to look show. Liver biopsy. Fibroblast quantification, endoscopic ultrasound, transient. نعمل ترانسيت ايوه هي سماها الفايبروبلاست صح ايوه هو فايبروبلاست فايبروسكان 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 قال لك ترانسيت الاستوغرافي may be useful diagnose and monitoring the severity of liver cirrhosis nice recommended all patients with hepatitis are assessed for liver cirrhosis Liver cirrhosis remains a significant problem in developed world. Account 16,000 deaths in UK كل سنة. الكوزيس بتاعته الكحول والناس النافل والفيرال هيباتيتس ناس B ودي B وC. الدياجنوزيس زمان قالوا كان شنو بيعملوا liver biopsy. This procedure is however associated with adverse effects like bleeding and pain. Other techniques such as transient elastography and acoustic radiation, forced impulse imaging and increased use were recommended by NICE في 2016 guidelines. For patients اللي عنده نافل, NICE recommended use an enhanced liver fibrosis score to screen for patients who need further testing. الالاستوغرافي ده الترانسيت الالاستوغرافي ده قال لكم شنو؟ البراند نيم فايبروسكان استخدم 50 ميجا هرتز ويف امباس into the liver from small
ترانسديوسر تو ذا اند اوف التراساوند، بيستخدموا في البروب حق الالتراساوند ده. ميجر الستيفنس اوف ذا ليفر ويتش از بروكسي فور فايبروزيس. In term of screening for cirrhosis, Knight's made specific recommendation suggest to offer transient elastography to منو لمنو البيبول اللي عندهم hepatitis C infection ومن who drink over 50 units of alcohol per week and women who drink over 35 للنسوان شوية وللرجال 35 per week and have done so several months people diagnosed with alcohol related liver disease. أول حاجة ناس hepatitis C أول ناس. Further investigation, Knight recommended doing upper endoscopy to check for varices in patients with new diagnosis of cirrhosis. Liver ultrasound every 6 months, معاه أو ما معاه ألف فيتو بروتين عشان نشوف الهباتوسيلولار كانسر. What is the most appropriate management concerning the risk of spontaneous bacterial peritonitis? 55-year-old woman with a history of alcoholic liver disease is reviewed in the clinic. She has advanced cirrhosis and started to accumulate ascites. An acetic tab was recently performed and showed protein concentration of 12 grams per liter, but no evidence of any organism. عايزين المانجمنت تحت الـ SBBB ده. No antibiotic prophylaxis indicated, oral penicillin, oral cipro, oral azithro, oral doxy. نديهم مين من الناس دي؟ سيبرو. سيبرو. سيبرو مش عايز السيبرو بدون بروفلاكسس. بروفلاكسس أيوه. حسب البروتين كم؟ البروتين يكون أقل من 15. أقل من 15. أقل سيبرو ولا Patient with ascites and protein concentration أقل من 15 should be given oral ciprofloxacin or norfloxacin as prophylaxis against SBB. Spontaneous bacterial peritonitis is form of peritonitis usually seen in patient اللي عنده ascites secondary liver cirrhosis. The feature ascites abdominal pain fever. The diagnosis بعمل باراسنتيزيس بلقى النيتروفيل أكثر من 250. الموست كومن أورجانيزم الإي كولاي. المانجمنت انترافينس سيفوتاكسيم يوجوالي جيفن. البروفايلاكسيس بدي عليه منو؟ قال لك جيفن تو بيشن ويز أسايتيس إف البيشن كان عنده إبيسود أوف إس بي بي. البيشن اللي عنده فلويد بروتين أقل من 15 أند أيذر تشايلد باج سكور أوف أتليست 9 أور عنده هيباتورينا سندروم. دي اللي بديهم بروفايلاكسيس. A nice recommended offer prophylaxis oral ciprofloxacin or norfloxacin for people with cirrhosis and ascites with an acetic protein of 15 or less until ascites has resolved. Alcoholic liver disease is a marker of poor prognosis for SBB.